الكلمات الأخيرة للمحكوم عليهم بالإعدام. كلمات دائما ما تكون صادقة، إنها لحظة الحقيقة الكاملة، حيث يخرج كل إنسان ما بداخله وهو موشك على مغادرة العالم إلى الأبد. كارل بانزارم. ارتكب بانزارم 22 جريمة قتل و1000 ممارسة لواط، وتم إعدامه شنقا بسجن كنساس عام 1930، وكلماته الأخيرة كانت: أسرع أيها الوغد، كنت قد قتلت 10 أشخاص بينما أنت تتسكع حولي. جون بيل. في بريطانيا ولمئات السنين، عقوبة الإعدام لم تكن تقتصر على البالغين، بل كانت تقام على الأطفال أيضا. واحدا من هؤلاء الأطفال كان جون بيل، الذي كان يبلغ من العمر 13 عاما، حكم عليه بالإعدام لاتهامه بالقتل، وكانت الكلمات الأخيرة له: يا ربي أنزل الرحمة علينا. ريا وسكينة. سفاحتي الإسكندرية الشهيرتين قتلتا 17 امرأة، وعند تنفيذ حكم الإعدام طلبت ريا رؤية ابنتها بديعة قبل إعدامها، وكانت آخر عبارة قالتها: أودعتك يا بديعة يا ابنتي بيد الله، ثم نطقت بالشهادتين. أما سكينة فكانت رابطة الجأش ومتماسكة أكثر من أختها، وآخر عبارة قالتها هي: أنا بطلة وسأشنق مثل الرجال، وقتلت 17 واستغفلت الحكومة. باتريك بريان نايت. أدين باتريك بجريمة قتل مزدوجة في عام 1991، وحكم عليه بالإعدام في 2007، وفي الأشهر التي سبقت إعدامه قرر أن تكون آخر كلماته مزحة، وأخبر زملائه بضع نكات ليقوموا بالتصويت على أيهم الأفضل ليقولها عند تنفيذ الحكم، لكن لم يجري الأمر كما خطط له، فقد بدأ بالبكاء عند تنفيذ الحكم، وقام بسرد أسماء لعدة سجناء حكم عليهم بالإعدام، وادعى بأنهم كانوا أبرياء، وأضاف: لقد أخبرتكم بأني سأقول نكتة، الموت قام بتحريري، هذه أكبر نكتة. وقال أخيرا: والنكتة الأخرى أني لست باتريك بريان، ولن تستطيع إيقاف التنفيذ الآن، نفذ الحكم، لقد انتهيت. توماس غراسو. اتهم غراسو بشنق امرأتين عام 1990 بأوكلاهوما ونيويورك، وتم إعدامه بحقنة قاتلة عام 1995، وكلماته الأخيرة كانت: أنا لم أتناول الإسباغيتي خاصتي، هل تناولتها؟ أنا أريد أن أتأكد. كلارنس ري آلن. كلارنس قتل 3 أشخاص لأنهم شهدوا عليه بالمحكمة، وتم إعدامه عام 2006، وكلماته الأخيرة كانت: حسناً، كلمتي الأخيرة سوف تكون: يا له من يوم جميل للموت. آلين وورنس. آلين كانت عاهرة اتهمت بقتل 7 رجال، وتم إعدامها بواسطة إبرة قاتلة عام 2002، وكلماتها الأخيرة كانت: أنا أود أن أقول أنني أسبح على صخرة، أنني سوف أعود مثل يوم الاستقلال مع يسوع، مثل الفيلم أنني سوف أعود. جيفري دوتي. المجرم جيفري دوتي أعدم عام 2001 بعد أن اعترف بقتل زوجين رفضا إعطاءه أموالا لإنفاقها على شراء المخدرات، وكانت كلماته الأخيرة قبل إعدامه: لما يقرب من 9 سنين كنت أفكر في هذه اللحظة، إنها الإعدام، وسواء كانت العقوبة صحيحة أم خاطئة فأنا أعتقد أن العالم سيكون مكانا آمنا من دوني. تيد بوندي. سفاح النساء القاتل الأمريكي الشهير بوسامته، الذي قام باغتصاب وقتل عدد غير محدد من النساء بالسبعينات، تم إعدامه على الكرسي الكهربائي عام 89، وكانت كلماته الأخيرة: أنا أود أن ترسل حبي إلى عائلتي وأصدقائي. جورج أبل. قتل أبل إحدى ضباط شرطة نيويورك في العشرينات، وتم إعدامه على الكرسي الكهربائي، وكانت كلماته الأخيرة: حسناً أيها السادة، إنكم على وشك أن ترون تفاحة مسلوقة. وأخيراً، من الجدير بالذكر أن سجن ولاية تكساس أصبح الأشهر عالمياً، لأنه يحتفظ بتقليد يقضي بتسجيل آخر كلمات المحكوم عليهم بالإعدام لرصد مشاعرهم المضطربة، وهم يدركون أنهم على وشك مغادرة الحياة. المثير أن السجن سمح بنشر هذه التسجيلات الصوتية على موقعه عبر الإنترنت،
فيمكنك الاستماع إليها من خلال موقعه الإلكتروني.